بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة السيجنال اناليسيس اند سيستمز، بنشرح الجزئية بتاعة البروبرتيز بتاعة الفوريير سيريز. احنا لسه شارحين الفوريير سيريز، دلوقتي هنشرح البروبرتيز بتاعة فوريير سيريز، الخصائص. طبعا خدنا القوانين، يعني المحاضرة اللي فاتت قلنا ان انا لو اقدر اعبر عن السيجنال بدلالة الاكسبوننشال فانكشنز بتعبر عنها، ومعاملات الاكسبوننشال هي دي الاي كي. طب لو ما تقدرش تعبر عنها بدلالة الاي كي تعمل ايه حضرتك؟ تضطر انك انت تعمل انك تعبر عنها بدلالة الايه، تضطر انك انت تكتب الاكسبريشنز بتاع الايه، الاي كي بتساوي 1 على تي تكامل اكس اوف تي في اي اس سالب جي اوميجا تي دي تي. تعال بص معايا كده، لو عندك سيجنال اكس اوف تي جبت لها فورير سيريز باي كي، واي اوف تي جبت لها فورير سيريز بتاعتها بي كي، التو بريودك سيجنال ويز بيريود تي، بيقول لك ان دول اتنين بريودك سيجنال البيريود بتاعتهم تي. بيقول لك لا، الخاصيه الاولى هتكلم عنها خاصيه اللينياريتي. يعني لو عندي سيجنال اسمها اكس اوف تي جبنا لها فورير سيريز وتعبنا كانت طلعت اي كي، وجبنا سيجنال ثانيه اسمها مثلا الواي اوف تي جبنا لها فورير سيريز طلعت بي كي، نقدر نجيب اف اكس اوف تي زائد بي واي اوف تي تبقى بريودك، ان الفورير سيريز في ايه؟ شيت ايه؟ ماشي، ما دي في ما دي في شيت ما ديت المفروض انا هديها لكم المعيد يحلها معاكم الاسبوع الجاي مثلا، يبدا يحلها معاكم معايا. فهي الفكره ان كنتوا بتقولوا ان هو ما مش دكتور المعيد قال ان مش نعم بتقولوا ايه؟ ما فيش معيد خلاص. طيب دكتور ما فيش معيد، رجع تاني والموضوع انتهى. ثانيه واحده، اول بروبرتيز عندك اللينياريتي. زي ما انت لو انا جبت لك مثلا سيجنال زي ساين اوميجا نوت تي زائد كوساين اوميجا نوت تي، لو جبت الساين اوميجا نوت تي لوحدها جبت لها الكوفيشنز بتاعتها، وجبت للكوساين لوحدها الكوفيشنز بتاعتها، مش ممكن تجمع التو كوفيشنز مع بعض يبقى ده الناتج النهائي؟ صح؟ يبقى ده تحقيق للينياريتي. طبعا هو بيقول لك البروف بتاعها هو عمل بالايه؟ عمل من الديفينيشن. يعني لو افترض مثلا ان الزد اوف تي هي اي في اكس اوف تي زائد بي في واي اوف تي، هي دي اللي بيجيب لها فورير سيريز، ممكن يقسم الانتجريشنز ده طالما زائد كانهم تو انتجريشن، يبقى كانه وكل انتجريشن منهم اللي هو الكوفيشنز ممثل الكوفيشنز بتاعتي، يبقى الاي في الاي كي زائد البي في البي كي. طيب معايا يا شباب؟ هو الشير بس اللي اتشال، هحاول ارجعه تاني اهو. طيب التايم شيفتنج بروبرتي تانيه اسمها ايه يا جماعه؟ التايم شيفتنج. تعالوا نشوف التايم شيفتنج دي عباره عن ايه. لو السيجنال التايم شيفتنج اهي، لو السيجنال اتشفتت بمقدار تي نود، يعني تي ناقص تي نود، يبقى ده بيكافئ انك بتضرب في اكسبوننشال، يعني اي اس سالب جي كي اوميجا نود تي نود في اي كي، يبقى ده بيكافئ انك بتضرب في مين؟ في اكسبوننشال بنفس الاشاره. يعني انت شفت بسالب تي نود يكافئ انك بتضرب في اكسبوننشال اي اس سالب جي كي اوميجا نود تي نود. وطبعا الاثبات من الديفينيشن، الاثبات مش عليك. واضح الكلام ده يا جماعه؟ يعني انا ده بستفيد منه في ايه؟ لو انت جيت اكس اوف تي جبت لها فورير سيريز بقت اي كي، جيت قلت لك اكس اوف تي ماينس تي نود، ما تعيدش السؤال من الاول، يعني تعيدش المساله من الاول، كل اللي تعمله انك تضرب في اكسبوننشال، يعني تضرب في اس سالب جي كي اوميجا نود تي نود. التايم سكيلينج، لو عندك سيجنال التي بتاعتها اتشفت حصل لها سكيلينج بالفا تي، كل ما عليك انك انت البيريود اتغيرت، بس انها بدل ما البيريود كانت تي اصبحت تي على الفا، وبالتالي ان الفاندمنتال فريكونسي اصبحت الفا في الايه؟ في الاوميجا نوت. يعني اللي تشينج لو انت عملت تايم سكيلينج، كل اللي اتغير البيريود بتاعتك اتغيرت. وده يا دكتور هيجي نظري؟ لا يعني بص بتقول ده هيجي نظري؟ هقول لك على حاجه، انا لما اجي لك في مساله اقول لك احسب لي فورير سيريز بتاع حاجه ساين اوميجا نوت تي مثلا، حضرتك تعبت وحسبتها، لما اجي اقول لك عيد السؤال ده بس ساين اوميجا نوت تي في تي ناقص 5، تعيد السؤال ولا تستخدم البروبرتي؟
هستخدم الخاصية. بالظبط، هي دي اللي انا هعملها معاك في الامتحان. هتستخدم الخاصية انك تضرب في اكسبوننشال بس بإشارة. شيفتنج تستخدم طب ممكن الخاصية. يبقى في أمثلة يا دكتور عشان المعيد مش معانا، ما حضرتك انا واخد هتشرحها بس بالي، أنا كده مش هنقدر نلم الكلام ما ده، انا فهمت هنحل الفكرة. إمتى طيب؟ طب ياه، طب بالراحة بس، انت مش فهمت أنا الفكرة. بتأسف يا دكتور والله، أنا بتأسف بس لحضرتك عشان إحنا اللي هنبقى مضرورين، إحنا اللي هنتضرر، طب يعني إحنا مش انا معانا يعني معيد انا بضركم، لحضرتك. يعني انا بضركم يعني، ما انا لا عارف هو إحنا يعني. محتاجين نعرف بس إيه اللي هيحصل بس مش أكتر. طب يا سيدي انا بقول لك، مش انا المرة الجاية هقابلك يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله موجود، هنشرح هنشرح ايه؟ فاضل، هنشرح ايوه فاضل جزء فورير ترانسفورم حتة صغيرة، وحدي حدي بقى شيتات مراجعة على الشيتات، هنحل المسائل المهمة خلاص. ما انا هعمل تمام. ايه طيب؟ هعمل ايه طيب؟ يعني اصل مفاجأة، ايه ايه معيد في مادة مهمة زي دي ساب المادة؟ ايه كلام غريب. اكس اوف تي انا ما اعرفش انه سابها. اكس اوف تي الفورير سيريز بتاعتها ايه كي؟ اكس كومبلكس كونجكت اوف تي، لازم فورير يعني لو تيجي تعمل كونجكت للحاجة وتشوف لها فورير سيريز بتاعها. كومبلكس كونجكت يعني ايه يا جماعة؟ ان الايماجينري بارت عكست اشارته بس. كل اللي تعمله انك حضرتك الكوفيشنز بدل ما هي اي كي هتبقى ايه كومبلكس كونجكت اوف سالب كي. التايم ريفرسال برضو في حاجه سهله جدا، لو انا قلت لك اكس اوف تي جبت لها فورير سيريس وتعبت اي كي، اكس اوف سالب تي ما عليك ان كل كي تشيلها وتحط سالب كي. في اسهل من كده؟ مثال يعني مثلا ايه يعني زي الساين مثلا، لما تيجي جبت لها الفورير سيريز بتاعتها جيت قلت لك ساين اوف سالب تي، حضرتك كل ايه يعني بدل ما تقول ايه واحد بتساوي واحد على اتنين جي وايه سالب واحد بتساوي سالب واحد على اتنين جي، هتشيل ايه واحد دي تقول ايه سالب واحد هي اللي بتساوي واحد على اتنين جي، وايه سالب واحد هتعكس. اللي فتح المايك اللي فتح المايك اللي فتح المايك دلوقتي بقى اكس اوف سالب تي. يبقى لو عندي مثلا، بص يا باشمهندسين اهو، اجيب القلم بتاعي A1 بكام يا جماعة؟ بواحد مثلا على 2 جي بتاعت الساين، وايه سالب واحد بكام؟ بسالب واحد على 2 جي، دي جبناها في الايه في السلايد اللي فاتت او في المحاضرة اللي لسه شرحناها من شوية. طب لو جيت قلت لك ساين سالب تي، حد يقول لي يعيد السؤال ساين اوف سالب تي، يعني شلت كل تي وحطيت سالب تي، هتشيل كل كي وتحط سالب كي، يعني دي اسمها ايه واحد هيبقى اسمها ايه سالب واحد، ودي اسمها ايه سالب واحد هيبقى اسمها ايه موجب واحد، بس بتعكس الاشارات. يبقى كده انت خلصت المسألة بتاعتك. بس يبقى ايه بي اوف كي بتساوي ايه سالب كي، طبعا هو سابتها لك من الديفينيشن. طب التفاضل، يعني لو عندي اكس اوف تي عملت لها فورير سيريس ادتني ايه كي، يبقى تفاضل اكس بالنسبة لتي هي انك بتضرب في جي كي اوميجا نود ايه كي. يعني ما تعيدش المسألة من الأول، تضرب في جي كي أوميجا نود يكافئ إنك فاضلت الدي إكس أوف تي باي دي تي. المالتيبليكيشن في التايم يكافئ كونفليوجن في الفريكونسي، أهي الخاصية دي. في بقى خاصية أخيرة اسمها بارسيفال ريليشن. بارسيفال ريليشن دي بتقول إيه؟ بص كده، واحد على تي تكامل على بريد إكس أوف تي سكوير دي تي، دي اسمها إيه الإكسبريشن ده؟ حد يقول لي كده انا حسبت ايه للسيجنال؟ حد يرد عليا. واحد على تي تكامل على بيريود اكس اوف تي سكوير دي تي، دي معناها ان انا عملت ايه في السيجنال؟ حسبت لها ايه؟ ها؟ يا جماعه دي اسمها ايه الاكسبريشن؟ واحد على تي تكامل على بيريود اوف تي اكس اوف تي سكوير دي تي، دي اسمها ايه دي يا جماعه؟ ها حد يرد علينا. دي اسمها ايه في السيجنال؟ بعملت ايه؟ حسبت ايه للسيجنال؟ في حد فتح المايك اهو. حسبت ايه؟ ها الباور، مش دي الباور اوف ذا سيجنال؟ طيب هي بتساوي سميشن ايوه الباور، سميشن بتاعت الاي كي سكويرد. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتاخد الايهات بتاعتك دي بتجمعها،
يعني هتجمع الايهات، الايهات اللي هي ايه؟ ايه الكوفيشنت بتاعت فوريير سيريز، تجمعها متربعه هتديك الباور. هسالك سؤال، لو انا قلت لك كوساين اوميجا نوت تي الباور بتاعتها بكام؟ معامل الكوساين تربيع على الاثنين، مش كده؟ فحضرتك لو عملناها بطريقه الاي كي، هو مش انا عندي ايه في الكوساين ان الاي واحد بتساوي نص وايه سالب واحد بتساوي ايه يا جماعه؟ مش بتساوي نص. طيب تعال نجيب ايه 1 تربيع، ايه 1 تربيع اللي هي كام؟ اللي هي ربع، زائد ايه سالب واحد تربيع اللي هي كام؟ اللي هي ربع. ربع زائد ربع بكام؟ بنص. يبقى ربع زائد ربع هي الباور اللي انا كنت عايز اوصلها. طب ايه الفايده من كده؟ ان انا لو اديتك الكوفيشنز بتاعت فورير سيريس مش لازم تجيب التايم دومين، تقدر ببارسيفال ريليشنز تجيب قيمه الباور بكده. طيب طبعا هنا بيدي لك فايند فورير سيريس بتاع سيجنال، لو انت عندك مجموعه من الدلتات كده دي بيريودك سيجنال، قال لك احسب لي فورير سيريس بتاعتها، بتقول واحد على تي تكامل على بيريود دلتا اوف تي. احنا قلنا قبل كده دلتا اوف تي بي سالب جي كي اوميجا نوت تي، لما نكابل الدلتا بنعوض بالقيمه اللي هي فيها الدلتا، الدلتا تي يعني بعوض بالزيرو في الفانكشنز اللي جنبيها، فما بعوض بزيرو في الاكسبوننشال، بقت بواحد، بقت واحد على تي. خلاص دي مش مهم بقى المساله دي لانها طويله وانا مش عايز اصعب عليك، انا هجيب لك مسائل ابسط من كده. خلاص يعني مش عايز اصعب عليك الامور. في اي مشاكل عندكم يا جماعه؟ كده انا خلصت لك الجزء بتاع فورير سيريس وهلغي الجزء بتاع ديسكريت تايم فورير سيريس، انا اشتغلت على كونتينوس بس، الديسكريت مش عليك. ايه رايكم؟ تمام كده؟